الاستقبال اللي هي مغربه على الشعب الجزائري. اي والله نحن في بيت اهلنا واخواننا، وشكر كثير لكم على الترحيب. منتخب الامارات تقريبا تونا واصلين، وشكرا على الاستضافه الطيبه اللي استقبلونا بلادنا الثانيه الجزائر. وان شاء الله نأدي في البطوله، وان شاء الله نطلع بصوره طيبه. نشكركم على الاستضافه الجزائر. منتخب فلسطين لالعاب القوه لاعب مسافات المتوسطه اللي هي 800 متر وال1500 متر. احنا يعني بنطمح في هاي البطوله الى تحقيق انجاز طبعا، وتحقيق ارقام شخصيه جديده وازمنه، وان شاء الله ربنا بحلفنا وبحلفنا الحظ ان شاء الله، وبنجيب طبعا ميداليات، وبنكرم شعبنا المناضل طبعا الميداليات والارقام الشخصيه الجديده. واحنا بنمثل شعبنا، وبنمثل شعبنا بقضيتنا طبعا. احنا بنمثل بنعكس صوره حلوه وجميله عن القضيه اللي احنا بنعانيها، ونشكر كل فرد في الجزائر على هذا الترحيب وعلى هذا الاستقبال اللي جد يعني بيجنن، وبيمثلنا انه احنا شعب واحد، يعني احنا والجزائر قلب واحد كمان.